السلام عليكم يا بنات، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض الفواكه المسكره اللي بنستخدمها في الحلويات من قشر البطيخ المكسر اليوتيوب يا بنات. اول فيديو، وطبعا مكسر اليوتيوب كذا واحده عاملاه في على اليوتيوب، فالنهارده ان شاء الله هنعمله هعمله معاكم. ووداعا لرمي قشر البطيخ، من هذا ان شاء الله باذن الله مش هترمي قشر البطيخ تاني، هتعمل منه الفواكه المسكره، هتبقى ان شاء الله جميله خالص وحلوه. انا الطريقه دي بنات انا شفت طرق كثيره على اليوتيوب، فعجبتني طريقه جربوها مع بنت الغفير، قناه جربوها مع بنت الغفير، عجبتني طريقتها قوي في عمل الفواكه المسكره، فالنهارده ان شاء الله هعمل طريقتها وهسيب لكم. وادي بنات الطريقة، أول حاجة هنعملوها ادي قشر البطيخ. هنجيب دلوقتي نسمي الله ونجيب قشر البطيخ يا بنات، هنشيل اللي قشرة من تحت داي اللي هي الخضرة بالشكل دي. أنا عاملة شوية يعني كمية، فحبيت بس أعمل معاكم اللي هو سيبت كم واحدة كده، قلت نعملها مع بعضيني. ونشيل الحتة الحمراء اللي هي ايه في قشرة البطيخ، عشان الحتة الحمراء دي يا بنات ممكن تعمل عفونة معاكي في قشر البطيخ لما تيجي كده تجفي فيه وتخلي لونه مش حلو، فاحنا هنشيل الحتة الحمراء دي نهائي خالص اهو كده اهو يا بنات بالشكل دي. نقطع كده شرايح على قطاعة زي ما بتحبي، حابة تعمليه عمليه، ونقطع بالشكل ده مربعات صغيرة. طريقة سهلة خالص يا بنات، وجربوها ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم، واقتصادية صراحة. انا اول ما شفتها زي ما قالوا هو صاحبة المنشور، واحدة يعني نزلت المنشور على فيسبوك الطريقة، وكل واحدة طبعا عملتها بطريقتي، فأنا شفت جميع الطرق وعجبتني جدا طريقة بنت الغفير في عمل الفواكه المسكرة كده. يا بنات القشر البطيخ أنا قطعته، هاخده دلوقتي أنا أغسله غسلة حلوة كده وأصفيه. جبت حلة على النار يا بنات وحطيت فيها شوية مية، هم زي ما انتوا شايفين ما تكتريش مية، وانزل كده فيها بالقشر بتاع البطيخ بتاعي. وادي يا بنات قشر البطيخ، يوم ابتدت المية تغلي عليا نشيل الريمة اللي فيه كده من فوق، ولازم يا بنات يكون صافي ما يكونش فيه الحمار اللي هو بتاع البطيخ عشان ما يعفنش معاك ويعمل معاك عفون. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين اول ما ياخد معايا كده نص سوا اطفي عنه النار واصفيه، ونشوف بعد كده هنعمل معاه ايه تاني. وادي يا بنات القشر بتاعي استوى زي ما انتوا شايفينه، شايفين اللون اللي خده اهو يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين. انا مش هعاير ولا هعمل حاجه، انا كده بنظري يعني انتوا كل كوبايه حابه تحطي لها كوبايه من السكر، انا نظري كده هحط لهم كوبايتين من السكر، كوبايتين كبار كده من السكر، ادي كوبايه والميه بتاعتي قليله اهي زي ما انتم شايفين كده عليهم. ادي يا بنات كده كوبايتين من السكر، زي ما كنت بتعملي عقده بتعملي شربات بتاع حلويات اهو كده بالشكل دي، يدوب السكر ويغلي القشر بتاعي كده.
كده يا بنات ده السكر داب زي ما انتم شايفينه اهو. هنزل كده عليه بعصرة ليمونة بحيث ان السكر يعمل معايا عقدة لعقدة الحلويات كده. واسيبهم كده ياخدوا لهم كام غلوه حلوه كده مع بعض على النار، وبعد كده نشوف هنعمل فيهم ايه. زي ما انتوا شايفين يا بنات العقده بتاعتها هاي نشفت اهي زي ما انتوا شايفين في القشره اهو زي ما انتوا شايفين، وتخنت هاي وما فيش ميه يا بنات. الميه ما فيش، انه انا ههدر ميه او اكب ميه ما فيش. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. تاي اجيب يا بنات انا هفزع الخليط بتاعي على اربع اطباق اهو زي ما انتم شايفين، وهو سخن كده اهو بسم الله. ما فيش ميه يا بنات فيه، نقول الميه هتتهدر او السكر هيتهدر ولا حاجه اهو يا بنات. كده يا بنات انا غرفت الخليط بتاعي اهو زي ما انتم شايفين القشر بتاعي في الطباقة وهو سخن على كده يا بنات. عندي عصير، عندي عصير مانجا وعصير اناناس وعصير برتقال. هنزل كده بكل طبق هنزل عليه كده بشوية من العصير وهو سخن يا بنات عشان العصير كده يدوب فيه. عفوا انا ضفت عصير الاناناس على اتنين، هنضيف هنا مانجي يبقى هخلي طبقين عصير اناناس. وهنا طبق حطيته عصير اناناس وهنا طبق مانجا وده طبق اناناس والتاني دي ده المانجا يا بنات عفوا وطبق برتقال. عندي هنا الالوان يا بنات، دي يا بنات الالوان اللي انا هستخدمها. ما عنديش لون اخضر، ان انا المفروض احط لون اخضر. عندي لون بينك وعندي لون اصفر وعندي لون احمر وعندي لون برتقالي. هجيب اللون البرتقالي يا بنات على عصير الاناناس اهو يا بنات. هنزل كده بشويه واقلب هنزل بحبه تانية وهسيبه كده شوية يشبع من اللون وطعم العصير. هجيب هنا اللون الأحمر على عصير المانجي اهو يا بنات، اللون الأحمر كده على عصير المانجي. وقلبه كده كويس. اهي يا بنات وهنا هنزل باللون البينك على عصير البرتقال. محتاجين هفه تانية وهنا هنزل باللون الاصفر على عصير الاناناس. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين الالوان جميله جدا، وهيبقى اجمل طبعا لو في لون اخضر، بس ما عنديش لون اخضر فانا هكتفي كده بالشكل ده.
واسيبهم كده حوالي نص ساعة في مع العصير والمية داي، لما انا اصفيهم يكون كده الطعم كويس من العصير وخدوا برده من اللون. كده طلعت الفواكه يا بناتي بتاعتي من اللون اللي هي فيه والطعم اللي احنا حطناه لها. زي ما انتم شايفين يا بنات الالوان جميلة جدا، اهي بنات اهو اللون البينك واللون البرتقال اهو جميل جدا، وادي اللون الاحمر وادي اللون الاصفر. هنسيبهم دلوقتي. حطيت لهم انا يا بنات حتة قماشة، كل طبق حطيت فيه فرشته كده بحتة قماشة قطن من تحت عشان المناديل يا بنات ما تمسكش، لو فرشت مناديل المناديل ما تمسكش في الفواكه بتاعتي، كده القماشة هتكون احسن وافضل. واحطهم دلوقتي تحت المروحة واسيبهم لحد ما ينشفوا، وبعد كده نرجع تاني نشوف هي شكل الفواكه بتاعتنا بقيت ازاي. وادي يا بنات الفواكه بتاعتنا هي بنات زي ما انتم شايفين هي نشفت هاي، وشايفين اللون يا بنات وجمال هي جميلة خالص هاي اهي بنات، ده اللون اللي هو البرتقالي وده اللون الاحمر يا بنات اهو زي ما انتم شايفين جميل خالص، وشايفين اللمعة اللي فيه، وده اللون البينك اهي بنات بس هو غمق شوية اللون بتاعه زاد شوية بس جميل وحلو. هنجيب طبق ونفضي فيه الفواكه بتاعتنا بسم الله. والطعم يا بنات الطعم المانجا والطعم الاناناس والطعم البرتقال جميلة جدا يا بنات، حاجة حلوة كده خالص اهي يا بنات. ده الأصفر بطعم الأناناس يا بنات، أهو كده أنا هخلطهم على بعض كلهم بالطريقة داي وأقلبهم وأحطهم في علبة كده وأحفظهم في التلاجة. وإذا عجبتكم يا بنات الطريقة النهاردة ما تنسونيش في الاشتراك واللايك في القناة، وزي ما قلت لكم أنا عجبتني جدا طريقة قناة جربوها مع بنت الغفير، طريقتها جميلة جدا ويعتبر يعني كده الفواكه بتاعتي على طريقتها هي بنات زي ما انتم شايفين. وما تنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك في القناة.